أما الكرم عند أهل قرقيزستان فحدث ولا حرج عن إكرام الضيافة، والطعام عندهم والشراب يعني لا ينتهي، قد تظل على المائدة قرابة 6 ساعات وأنت تأكل وتشرب وتتبادل أطراف الحديث. رجل من السعودية زار قرقيزستان وسأل، قال كم مرة يعني تأكلوا أنتم في اليوم؟ قال له هذا من قرقيزستان، قال له لا أنتم أهل السعودية كم مرة تأكلوا في اليوم؟ قال نحن نأكل 3 مرات. قال لا، نحن نأكل مرة واحدة فقط هنا في قرقيزستان من الفجر إلى العشاء.